قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، وتخفيض الغرامة المفروضة على المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% على أن يتم الالتزام بمساحة 1.2 من 10 مليون فدان في الموسم الزراعي القادم. وأعلن الرئيس في لقاء أمس بعدد من ممثلي الفلاحين بحضور 4 وزراء أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف في تخفيض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة إلى 2500 جنيه بدلا من 4000 جنيه لهذا العام. ووجه الرئيس السيسي بسرعة إصدار قانون مع شاكل الفلاحين وتوفير الأزمدة وتوزيعها بشكل عادل على إخواننا المزارعين، وأيضا دراسة إمكانية تقديم دعم نقدي للفلاح في إطار حوار مجتمعي. كما أكد أهمية تطبيق نظم الري الحديثة وتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي. وأكد الرئيس أيضا أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدى وعيه بحجم التحديات التي تواجه مصر. طبعا أعتقد كل هذه القرارات كنا بننتظرها بشغف كبير، تريح وتثلج صدور الكثير من الفلاحين المتعسرين في سداد الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي نظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إدراكا منه لمدى المعاناة التي يعانيها الفلاح المصري. فأعتقد كل هذه الإجراءات سوف تيسر كثيرا من الأمور على أخواننا الفلاحين المزارعين، وده اللي احنا عايزينه. أنا عارف إن في مشاكل كثيرة جدا بتواجه أخواننا الفلاحين المزارعين، وإن الدولة الحمد لله رب العالمين قادرة إنها بإذن الله في الفترة اللي جاية تذلل كل هذه العقبات حتى ننهض سويا لقطاع الزراعة. الخبر التالي بعنوان نعم. طيب معانا الحاجة جواهر. سلام عليك يا فندم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك، كل سنة وأنت طيبة وعام سعيد عليك يا رب وعلى كل المصريين. على المصريين والفلاحين بخير وصحة وسعادة. تمام. حاجة جواهر، يعني تعليق حضرتك ورأيك في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في تأجيل سداد الديون على أخواننا الفلاحين المزارعين لمدة عام وأيضا تخفيض يعني نسبة الغرامات. طبعا دي هدية غير مسبوقة من رئيس الجمهورية لفلاحين مصر، ونحمد ربنا وبنشكر فضله على ان احنا وجدنا الرئيس قبل ما نتكلم كان حاسس بهمومنا ومشاكلنا وكان عايش مشاكلنا كأننا موجودين معاه بالظبط وعايشين معاه وبناء عليه. نعم. اتكلم في الصرف واتكلم في الري واتكلم في مليون في الاربعه مليون فدان اللي هيتم استصلاحهم والمليون فدان اللي هيستصلحوا حاليا. نعم. والبيت النموذجي اللي هيعمله هيحصل على نصف من هذه المساحه. هذا بالاضافه الى يعني سرعه صدور قانون المعاشات بتاع الفلاح، ودي كان حلم حياه الفلاح اللي يبقى له معاش في يوم من الايام. تمام. طب حاجه جوهر، يعني كون حضرتك ناشطه في حقوق الفلاحين، كيف ترى كل هذه القرارات تصب في صالح اخواننا الفلاحين المزارعين وتخفف عليهم من اعباء؟ شوف، الفلاح مبسوط والنهارده الريس خد بايده. نعم. وخد بايده البر الامان غرامات شالها من بنك التنمية والائتمان الزراعي. تمام. وفي نفس الوقت أجل وده اللي احنا كنا محتاجينه. أجل لهم الاقساط سنة. أجل لهم سنة. دي واحدة. اثنين، عمل قانون للتأمين الصحي على الفلاح. قانون للتكافل الزراعي للفلاح. ثلاثة، عدل في قانون التعاون الزراعي قانون 122 لسنة 80. دي طبعا عدل فيه 11 مادة. ادى الفرصة للفلاح والجمعية الزراعية انها تقوم بعمل شركات استثمارية وشركات للانتاج الزراعي وشركات لدعم الجمعيات بعضها مع بعض ما كانتش موجودة قبل كده. تمام. طبعا دي يمكن بناء على مواد الدستور. تمام. الحقيقة التكافل الزراعي ده كان مهم جدا بالنسبة للأراضي اللي كان للاسف الشديد بيوصل لها الملوثات وبيوصل لها الغرق وما بياخدوش اي تعويض لهم. نعم. في التكافل الزراعي ده علشان يعوض الفلاح ما صاب الارض من اضرار، سواء من التلوث او سواء من الفيروس او سواء من الجو
نعم، إذا قررت تروحي بالتفاؤل وإن شاء الله في الفترة اللي جاية أعتقد إن الفلاح سوف يعني يتخلى عن كثير من همومه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بهذه القرارات ومثلتها القادمة إن شاء الله في المستقبل بعد التشريعات اللي سوف يسنها إن شاء الله مجلس الشعب سوف يكون الكثير من المفاجآت لأخونا الفلاحين المزارعين. شكرا لك يا فندم. وأرى رئيس الجمهورية نعم لازدهار مصر، وإن شاء الله الفلاح راجل مسلم من بيته لغيته لزياده انتاج المحصول الزراعي اللي هيسد بيه الفجوة الغذائيه بالنسبه لمواطني مصر. تمام. سواء في القمح او في الذره او في المحاصيل اللي هي استراتيجيه بتسد فجوه الغذاء اللي احنا محتاجينه بدل ما نستورده بالعمله الصعبه ده. ننتجه عندنا هنا من أراضينا الخصبة. بشكرك جدا الحاجة جواهر الناشطة في حقوق الفلاحين، تحياتي لحضرتك يا فندم.